السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة. اليوم حبيت نقدم لكم واحد الوصفة بالنسبة للناس اللي عندهم ما عندهمش الشهية. غادي نقدم لكم هذه الوصفة اليوم، وصفة سهلة بواحد المنتوج اللي موجود عندكم في البيوت ديالكم، وإلا ما كانش موجود في البيت ممكن تشريوه من عند الناس اللي كيبيعوا لقامة ديال الكوزينة. هذا المنتوج هذا وهو القزبور مطحون. كيف ما كتشاهدوا القزبور شديناه وطحناه وعطانا هاد البودرة هذه ديال القزبور مطحون. يا ريت احبائي الاعزاء انكم تقداو القزبور حبوب وطحنوه عند مول القامة باش تاكدوا بان خديتو شي حاجة جميلة وشي حاجة نقية. ما تستعملوش القزبور اللي كيتباع ديال العبار، لان بزاف ديال هاد الاقامه هادي كتباع ديال العبار، ولكن ما كيعرفش الانسان اشنو اللي مخلط معاها، واش هي مزيانه او لا ما مزياناش. اليوم احبائي الاعزاء حابين نقدم لكم هاد الوصفه هادي، هاد الوصفه اللي مكونه من القزبور. ممكن تستعملوا هاد الوصفه حتى الاطفال اللي ما كيتناولوش وتتكون عندهم الشهيه مسدوده، الى ما كانوش يقدروا يسفو ياكلوا هكاك يشربوه مع شويه ديال الحليب او لا شويه ديال الماء او لا شويه ديال اتاي. ممكن سيداتي تستعمليه ليهم في الماكله اليوميه ديالهم، يعني طيبي بيه. راه القزبور الفوائد ديالو كثيره، وهو من هو كيفتح الشهيه بزاف. ولا استعملتيه في المطعم في الماكله ديالك اليوميه سيداتي، غادي تلاحظي بان الشهيه ديال الاطفال ديالك او الشهيه ديال الشخص اللي ما كياكلش بدا كياكل مزيان. هاد الوصفه اللي قدمت لكم اليوم وصفه جربتها شخصيا بالنسبه للابناء ديالي، كنديرو يوميا في الطعام، كنديرو كنطيب به يوميا. ولات الطفله ديالي كتناول الماكله ديالها الحمد لله، ولات بصحه جيده. كنتمنى احبائي الاعزاء من هاد الوصفه هادي انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وكنتمنى ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالدعوات ديالكم والتشجيعات ديالكم، وتنضموا ليا للقناه باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه جديده باذن الله.